النهارده هندخل لعبة اسمها ديد بول، تحبوا تشوفوا لعبة؟ يلا بينا يا اسطى، عايزين الاكشن بقى يا اسطى. ايوه اي ها مونستر كيل. Remind me to tell the audio guys to change that doorbell sound. Underwear? Are you trying to say underwear? Okay. ده كان فيديو عبيط كده، كنت بحاول اقلد فيه متسابقين الاولمبياد بتوع السنه دي. سيبكم منه يعني على اساس انه واخد ترند وكده، قلت اعمل اي حاجه على اقبال. تعرفوا اني بقالي يوم كامل عمال ببحث في الاستريمات واشوف محاكيات عدله. والله يعني انا اول محاكي نزلته، لا بلاش دي، خلينا نتكلم في الاستريمات الاول. يعني انا بحثت عن النت والنت قال المفروض يعني الحد الادنى لسرعه الرفع اللي هي الابلود تكون 4 ميجا، ده المفروض يعني عشان نطلع بث مباشر او استريم ونكون مرتاحين. ولكن انا قاعد في مكان للاسف هو مش مساعد، يعني الاسلاك النت هنا عباره عن اسلاك نحاس، فعشان كده سرعه الابلود بيقولوا سرعه الابلود ضعيفه، الاستريم بيطلع وحش، شكله مش نافع خالص. ف اما الامور تتحسن ان شاء الله واسكن بعيد عن هنا، هقدر اطلع استريمات واعمل بث واعمل كل اللي انتوا عايزينه يعني، او لو مش عايزينه دلوقتي في ناس لسه هتيجي ان شاء الله وتطلب يعني. مع ان سرعه الداونلود ما شاء الله 12 ميجا، انما سرعه الابلود واقعه. يعني ده كان اولا. ثانيا بقى دلوقتي اقول لكم عن المحاكيات وقرفها بقى. يعني انا اول محاكي نزلته قلت تمام ما فيهوش مشكله، قلت له يعني يتسطب في بارتيشن تاني غير السي. انتوا عارفين بارتيشن السي اللي عليه ملفات الويندوز وملفات النظام، بس البارتيشن كان تقيل يعني مليان وما عادش يستحمل ياخد اي برامج ولا اي العاب يعني اي حاجه تانية خالص. المهم قلت للمحاكي ده يتسطب في بارتيشن تاني غير السي بعيدا عن ملفات الويندوز، بس هو راح برضو مصمم ويتسطب في السي. يعني انا مش عارف اعمل ايه. طيب كنت نزلت لعبه وبرنامج قال لي مفيش مساحه عشان السي اتملى، فمسحت اول محاكي ونزلت واحد تاني. دلوقتي التاني ده ما كانش في اي مشكلة. هحكي لكم بالراحة اللي حصل مع المحاكي التاني. انا كنت نزلت لعبة خفيفة علشان اجرب واتأكد ان الصوت تمام والتصوير تمام كله حلو ماشي. المهم انا سطبت اللعبة وشغلتها لقيت مفيش صوت. طب يا جدع يا عم عبد السلام انا اسمي محمد عبد السلام لو حد لسه مش عارف يعني. طب يا عم عبد السلام اللعبه ما فيهاش صوت ليه؟ المحاكي شكله تمام وبعلي صوت موديل التليفون بتاع المحاكي، انتوا عارفين اللي هو محرك التليفون اللي المحاكي بيحطه لي ده عشان اعرف استعمل التطبيقات، ما فيش صوت ليه؟ قمت مسح المحاكي عشان الخناق، وبعدها اكتشف المحاكي ملوش اي ذنب، صوت اللعبه من جوه اللعبه كان مقفول مش صوت المحاكي نفسه. المهم انا اكتشفت الموضوع ده بعد ما مسحت المحاكي، وده باختصار اللي حصل معايا مع تجربه المحاكيات اللي قعدت فيها يوم كامل بشوف ايه المشاكل واحلولها. نيجي لثالثا بقى. دلوقتي الفيديو الجاي هيكون عن اربع العاب، عن واحده من اربع العاب، روبلوكس، ببجي، فري فاير، واخيرا وليس اخيرا كول اوف ديوتي موبايل. هسيبكم انتوا بقى تخمنوا انهي لعبه فيه. المهم بعد مدعكة البحث الطويله دي اللي انا عملتها امبارح واللي ضاع فيها 24 ساعه، ك
كده اكون خلصت الكلمتين الحلوين دول، وتعالوا نتنقل للعبة النهاردة. ايام زمان كنت لما بشوف اللوجو دي بقول ان في عظمة جاية. اكتيفيجن اوه اوكي كنتش اعرف ان ديد بول من معجبين الروك لدرجات. مفيش فرق روك مصرية بعرفوني كده. لو في واحدة بحب الخبطات اللي بيعملوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا. النهاردة هندخل لعبة اسمها ديد بول. يعني بمناسبة نزول الفيلم الجديد مؤخرا اللي هو وولفرين ضد ديد بول، قلت العب حاجة ليها علاقة بالموضوع. اركب الترند وعندي على الجهاز، قلت يلا ايه المشكلة، مفيش مشكلة. بالمناسبة انا لسه ما شفتش الفيلم على فكرة، انا حبيت اشوف فيلم لوجان الاول بتاع وولفرين اللي نزل في سنة 2018، والصراحة فيلم جامد روعة، انصحكوا تشوفوه. وابقى اشوف وولفرين ضد ديد بول قريب ان شاء الله. على فكرة انا معجب كبير، انا من معجبين قصص المصورة الخاصة بدي سي ومارفل، يعني ما اقولكوش. لما مش هعلق عليه. لو ما شفتوش الفيديو اللي انا نزلته من شهر تقريبا عن لعبة ذا بانشر شوفوه هيعجبكم. حلو، دلوقتي ابدأ العار. خلينا ناخد بصة سريعة كده على الاعدادات، ديسبلاي جرافيكس. انا دايما لما باجي افتح لعبة لازم اشوف الكلام ده كله عشان اتأكد اني احصل على افضل تجربة. سبتايتلز قلنا طبعا، يا سلام لو كان في تعريب كنت ارتحت من تعريب كل ده في المونتاج. الزراير اظن اللعبة هتقولي في اول ليفل صح؟ يا تعلمني يعني. ماشي، دلوقتي انا افتكرت حاجة، اظن انا عندي سيف على الجهاز. انا اخرج دلوقتي واشوف اذا كان لسه موجود ولا لا. لو موجود اظن هقدر العب بالمهارات اللي انا فتحتها قبل كده. على فكرة ايوة انا فتحت اللعبة دي قبل كده بس ما خلصتهاش، فيمكن اخلصها المرة دي الله اعلم. المهم هروح اشوف السيف ده موجود ولا لا واحطه في اللعبة. لو طلع موجود فعلا فانا هقدر اعيد اللعبة من الاول بالمهارات اللي معايا. لو مش موجود ادينا هعرفكم على اللعبة يعني لاول مرة. طيب شكلنا هنعيدها من الاول تاني. انا خرجت وحطيت ملفات السيف مكان اللي المفروض يعني تتحط فيه ملفات السيف، بس اللعبة ما شافتش السيف. يلا من البداية. difficulty genetically super هغطيها في المونتاج. كان في واحدة معدية. genetically superior. do you just want to kill stuff and win? Select this mod if you are new to melee shooter games. Difficulty veteran. You are looking for a challenge, eh? Invite your friends over and let them bask in your glory. Glory. Ooh, ultraviolet. Play this alone or risk punching the person next to you. There is nobody in this city next to me. You have been warned. Now this is my difficulty. اتمنى ما ندمش نخلت مستوى الصعوبة كده. فاكر ان اللعبة دي كانت جامدة على فكرة. Like some dingus word writer is gonna know better than me how to show how amazing. Oh hell no. برضو بيعمل حركة المقرفة ما يدو يتكلموا لحد انت. واو. اللعبة بتقول اضغط W عشان او خلصوا كلام. We need a good city move. لا لسه. يلا بينا يا اسطى. كفاية كلام. Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh! So it's gonna be one of those games, huh? يو ده عرض على التلفزيون ولا ايه؟ Now where did I put my autographed New Mutants issue 90? بالمكتبة. What is this cheap prop? Well, this was clearly made by a junior artist. ناشي. Hey player, sit your ass down and watch some TV.
Maybe you learned something. يا اسطى ده انت قاعد على الكرسي من ساعة ما فتحنا اللاب. كفاية كسل لحد كده ويلا خلينا نعمل حاجة. Got an issue here. خلاص مش ممسي ترميت الاكل يا عم. طب ما كنت تديله للكلب بتاعك ولا تديله لأي حد في حاجة في الحمام. Wonder what's in here. ميك ايه؟ ستينك بيكل؟ لا خلاص اخرج. There we go. Now we're talking. Much more realistic. خلينا ماشي يا شيخ. خلاص هنتنقل القصة. نتنقل القصة. هو في قصة أصلا؟ Remind me to tell the audio guys to change that doorbell sound. Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, sir. I have a package that... So do I. Yoink. Package. يلا بينا يا اسطى. عايزين الاكشن بقى يا اسطى. Oh, sewer. Oh, great. Does anybody remember how to play? I never read the manual. لحظة لحظة معلش. أنا مش شايف حاجة. أعلي الإضاءة شوية. Whatever High Moon says. Oh. Sweet. Jump on. مع ان دي حاجة مش واقعية خالص، يعني ازاي واحد بينط على الهواء، بس ماشي. Light attacks, check. تمام. Heavy attacks. جميل. I command goons to spawn so we can test it out. Mix our light and heavy attacks together. صدقني انا عملت الميكس خلاص. يس انا بلعب ديفل ماي كراي اصلا. انت بتقول ايه؟ مش عارف ليه حاسس الضربات بطيئه كده. انت محتاج تسرع الريتم يا اسطى. تحبوا تشوفوا لعب تحبوا تبوا تشوفوا فيديو لعبة ديفل ماي كراي؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. بي تمام. اوكي يا اوه. ايه ده؟ استنى ضغطت بيه. حاسب هيت كده صح؟ هما ماتوا ازاي؟ دي فكرة إبداعية من عندي. نط من على الحيط. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce house. Check. Boing, 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 boing. Boing, boing, banana! Wahoo! Boing, banana! Boing! أنا مش ظابط التوقيت. Boing, boing, boing. يا عم اطلع. ايه يعني عايز نضغط مسطرة ولا هتنط من نفسك؟ مش فاهم. مش عارف اظبطها. ولا هو مش محتاج اقعد اتنطط اصلا. استنى. في طريق هنا. Stupid. لحظة الزراير كانت ايه؟ CQ QE. Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Not very stealthy, were we? Let's try that again. استنى بجرب اسلحتي يا عم. وبعدين سكيرسي ايه؟ واحنا هنتسحب ده احنا هنجم ونفشل. اخرج من دي ازاي؟ اخرج من نشان ازاي؟ يا عمي كده اعتبرها كده دلوقتي. يلا Monster kill. You get points for killing bad guys.
spend those points to get cool upgrades to make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. A must-have. Hey, player, open up the upgrade menu and see what we can buy. ماشي. أو بكيس بيس معلش ضغطت سبيس. 7000 هذا لا لحظة نقدر نشتري ده نقدر نعمل أبجريد ماشي لا احنا معناش استنى كريس نيدمان او ده ب5000 طيب مفيش حاجة هنا اكويب ماشي The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. I like to spec my Deadpool for defense and healing. Yeah, I like to spec my Deadpool for nougat and cream filling. But I don't think that's an option. Get to the top and blow a hole in the ceiling. Hooray! It's gorgeous. ماشي. هيا! هيا! بحب الانتقال الآني ده أو بحبه في الألعاب. كان في لعبة قديمة اسمها اكس مين اوريجينز تقريبا حاجة زي كده كان فيها الموضوع ده كانت حلوة متعرفش تنزل من تحت كده ماشي مش مهم اوكي كلاس تاب جمب وايل جمبينج توورد ذا وول تو بيرفورم ا وول جمب انت هتقول لي على طول يا اسطى مكتشفها من زمان هيا 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 If it were me, I'd chain wall jumps together to get higher. اهو Press the jump button in midair to do a double jump. هيا Laws of physics be damned. Oh, and hold the jump button to mantle up ledges. كده اهو ايوه تمام I think I need to make an entrance. You. Time to go boom. تأثير الصوت ده كنت بستعمله في فيديو. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. طب هات لي واحدة بقى. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Nope. هيا 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 اتأخرت اوه اتأخرت في ضغطة البي اوي البي بعيدة عن ايدي يا جدعان انا محتاج اغير زرار البي ده معلش يعني بعيدة عن ايدي هيا اوكي اوكي لحظه بس معلش لازم زرار البي ده لازم يتغير بعيد جدا عن ايدي مش عارف اضغطه فين 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 كونتر ايوه السي حلو بانك هيا 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 Do you know me? Yeah.
عايزين نعمل الحركة الخاصة بقى. انا دايما في الالعاب بنسى الحركة الخاصة دي. هيا يا 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 I hope it was worth it. Fan maintenance. Shooter! Shooter! Calm down. Shoot the red box. Oh, though. That's only in bed, Rihanna. Somebody get down there and shoot this clown! I am not a clown, sir! Okay, though, yeah, I'm sorry. Ba ba! Ba ba! Ba 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 ba! Shoot, that was my favorite bullet. Can you send it back? Or just don't lose it. Oh, Tanshini Zif, Tanshini Wahish. Get to the maintenance room. Head objective. Da da. Da 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 da. Ow, 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 ow. You know what would make this better? More bullets! Ooh, I'm hamut, I'm hamut. I think this gun's broken. Oh no, wait! Mafish Zakhira! Mafish Zakhira! Dayat Zakhira! I'm going to go. No, I'm going to go. I'm going to go. I'll tell you. It's a comic book death. لا فكرة وحشة. أنا مش هقدر أعمل حاجة من غير أسلحة. ما نروح للأوبجيكتيف أحسن. هناك صح؟ إجري. I need theme music. يو. يا عمي مفيش زخير. ايه ريلود دي؟ مفيش حاجة هنا. عايز زخيرة يا جدعان. اجيب زخيرة من This is what I think it is. Jackpot! Aha. It's... Ooh, scary. I'll bet those elevators work again. I'm so smart. Which one of you pinheads shut down the damn power? Get down there and fix it! Sorry, minute. I got any. Oh. Let's try something a little fancy. The faster you can earn momentum to do all the moves like that, we can get more momentum moves by upgrading our weapons. My combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it. ثم معهم أسلحة واقعة على الأرض ما تاخد شوية ذخيرة منها. فين اسمها ايه؟ كان بيجيب قائمة المهارات منين؟ باك سبيس ماشي. محمد تمانين ألف. غالي أوي غالي. ثم ده كلهم غاليين. ماشي قنبلة حلوة.
بالنسبة للأبجريد. طب أنا محتار يعني، مش عارف أشتري حاجة جديدة ولا أطور القديم اللي معايا. بل يفضل أطور القديم اللي معايا، صح؟ يفضل أطور القديم اللي معايا. لا هنا بقى. طيب حلو كده. This would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. No. Ah, NCD. Yeah, great. You stabbed somebody. Congratulations. Yeah. Just shoot him! How the hell do you balls keep missing? Nancy, lay off your boys. They are hitting me. Just not healing. I got a sick healing factor. Get used to it. Now these should come in handy. Boom. وبعدين بقى اللي بيضربوا بالمسدس دول. هنا بقى. حاسب headshot. If that hits you in the chest, I'm sorry. I'm aiming for your crotch. Headshot. Headshot. أيوه. Headshot. الذخيرة ما عادتش فيه. Headshot. استنى ها جبتك. يا بيجوا منين دول يا جدعان؟ ما كفايه مفاجآت ده. قرب يا ما تضرب يا عم، مستني. هات بقى. يا الطريق هنا صح؟ فكرتني ما شفتكش. انا شايفك انا شايف. يا انا هموت تراجع استعد صح بسرعة. ايوه ها. اقتل يا عم اختفى. يا بيعمل ريلود من هنا. يا ايه ده، انا اتضرب. ما جتش حلو. Hey, this is my jam. You can't sing. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. See, he's like an angel. I'm crazy. لو عليا حقوق ملكية هتتكتم. This must be my style. There's gotta be a way out of here. Think, Deadpool, think. Movie solution to being stuck in an elevator in 3, 2, 1. مش فوق. Eureka! I'll shoot out the window. Yeah.
ازاي دي ما جاتش في دماغي؟ ركز ركز يا ابو حميد ركز. Well, I gotta get to the penthouse somehow. ماشي. Maybe if I wall jump. اهو. Hey, have you bought any upgrades lately? It's a down moment, you know? Might be a good time. ماشي خلينا نشوف. تمام. وول جامب تانية. ايوه هنا نطته غريبة. هنا بقى صح؟ قول لي هنا. You think the bounce house is still pumped up? Of course it is. Nah. Yeah. Keep him out of the newsroom. Nudes? Ooh, a TV studio. Nope. Great reality. I'm a dark team. Can't fight guys at the hands of super sex hot merchant actors. Yeah. Congratulations. ما راحتش لحد. معنا ذخيرة صح؟ كويس. هنستعمل ال القنبلة ازاي؟ انا حاسس باللي بيضربه بالمسدس حاسس. قنبلة حاسب. I aim because I care. حاسب هتموت هتموت. هتموت هتموت هتموت. Bad news, boo boo heads. I'm back. Yeah. Yep. Try again. Yeah. You imbeciles. Kill him. ايوه بالظبط كده. الجو سخن قوي يا جدعان. ده كله انا محتاج اظبط ضغطات السي بتاعتي. يبقى لو تقدر تعدي منهم عدي على طول. ابعد ابعد عشان اللي معاهم اسلحة كتير. اقترح فين يا اقترح فين. ايوه اصحى اصحى من النوم اصحى. ايوه اوعى اوعى ايوه يا لا لا هموت 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 هموت. روح له روح له روح له. هو ده هو. ايوه ايوه اللي معاه رشاش اقتله. اهو. لا هو من شوية ما حصلش ميك ات بس انا هميك ات. هذا but it'll be harder for
see how awesome I am. Oh. They're dropping it from the catwalks. حاسب لا انا اللي غبي انا داخل وسطهم زي الحمار كده يا عم ركز استخبى كده وخطط خليك استراتيجي هيا 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 يا 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 نو نو يا نو حاول تضرب مين يسطا انا ديدبول يسطا بيخلصوش ده اوه ماي جاد اهدف قنبله ازاي استنوا كده اما اشوف لا انا كده لازم احذف قنبله ضروري احذف قنبله ماشي فوكس ليه فوكس دي بتعمل بتحدد المكان اللي راح تمام تفتكر شي بتحذف قنبله هاتوا هات ابو رشاش اول واحد تجيبه ابو رشاش ده اكبر خطر هنا نو هو راح في حتف ده بتقفل في وشه عايزين نهدف قنبلة بقى نوب ده جه امتى ده مكان زنقة هنا يا جدعان انا مش شايف لحظة كده اما اوطي الصوت عشان حاسس الصوت الصوت عالي اوي ده ادالي رجلايا كده ضربني برجلي كده ولا في كان في قنبلة ولا ايه ايه اللي حصل انا افتكرت دلوقتي ان اخترت مستوى الصعوبة الاعلى عشان كده اضرب يلا بس هي ضربته تقيلة كده ليه في ايه يا جدعان ده هو بوكس و تحت تنقص كل ده
انا محتاج اعود نفسي لما اجي اقرب من واحد اضغط ضربة خفيفة عشان تبقى سريع. بلولولا انا عملتها ازاي دي؟ برضو بيديني بوكس واحد وشوف صحتي بتروح فيه. دول كتير قوي يا جدعان. اوتش. شوف شكله بقى عامل ازاي. لا كده كتير معلش. ده اعلى مستوى صعوبة طلع فعلا اعلى مستوى صعوبة. ده انا كده الفيديو داخل في ساعة فهوقف هنا بقى. معلش مضطر اوقف هنا. انا استهنت اوي بالصعوبة دي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك شير اشتراك وتفعلوا الجرس. بشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توقعتش خالص الصعوبة دي.